النظري قال بالتفصيل. قال بماذا؟ بالتفصيل. ايه هو بقى التفصيل ده؟ ان يكون قبلها الضمير فتحه مثل خلقه، ان يكون قبلها الضمير الف هداه، ان يكون قبلها الضمير سكون اصلي مثل عنه منه. هذه هي الآراء، أو هذا هو المذهب التفصيلي الذي سار عليه ابن الجزر، سار عليه ابن الجزر. طبعا الأمر صعب، وكأننا يعني إيه، إن شاء الله حينما نكتب سيتضح الأمر. عندنا بالنسبة للوقف لا يخلو من السكون أو الروم أو الإشمام أو الإبدال، إما سكون وإما روم وإما إشمام وإما إبدال. والإبدال هذا طبعا السكون في المفتوح المضموم المكسور، سواء علامة إعراب أو علامة بناء، ماشي؟ طبعا الأصل في الوقف هو السكون، ده الأصل. والإسكان كما أوضحنا في بداية المحاضرة، والإسكان أصل الوقف، وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، ده هذا هو الأصل. ثم يأتي بعد ذلك الروم، والروم هو تبعيض الحركة، أي الإتيان بثلث الحركة، ثلث الحركة. ويكون الروم في المضموم والمرفوع المجرور المكسور، طبعا ايه، سواء علامة إعراب، علامة إعراب، او سواء ده إعراب وده إعراب، او بناء او بناء، ماشي؟ هنا مثلا العالمين، هنا مثلا الرحيم. الإشمام إطباق، الشفاء، بعيد، السكون. ويدخل في المضموم والمرفوع فقط، مثال نستعين، مثال نستعين، واضح؟ أما بالنسبة للإبدال، الوقف على المنصوب المنون، نحو عليما، نحو إذا، إذن، حينما نقف عليه بالعوض نقول عليما ولا نقول عليما، خبيرا نقول خبيرا ولا خبيرا، خبيرا. إذن، إذن على فكرة ممكن تتكتب في اللغة هكذا، لكن لم نجدها، لم نجدها في القرآن هكذا، دائما إذن هكذا في القرآن، ماشي؟ هنا الوقف على المنصوب المفتوح المنون، أو الوقف على ما آخره هاء تأنيث مقبوضة، نحو الواقعة، مثلا رحمة. حينما نقف على هذه نقول إيه؟ هي إذا وقعت الواقعة، ليس نقف على الواقعة، حدث إبدال، أصبحت هاء وليست تاء، هي تكون تاء في الوسط وتكون هاء في الوقف. هذا بالنسبة للوقف، السكون والروم والإشمام والإبدال. مثلا في العالمين فيه ثلاثة أوجه، قصر، توسط، طول، يعني حركتان، أربع حركات، ست حركات، اسمهم ثلاثة السكون المحض، ثلاثة السكون المحض. الروم الرحيمي دائما هنثبت الثلاثة، اثنين أربعة ستة، قصر توسط طول، قصر توسط طول. ثم يأتي الروم، وكما أوضحنا الروم كالوصلي، تنظر هل الرحمن الرحيم نصلها بحركتين أو نصلها بأربع أو ست. إحنا حينما نصلها، لأنها يعني تعتبر مادة طبيعية، نصلها بحركتين، يبقى نقول الرحمن الرحيم مالك، يبقى عند الوقت الرحمن الرحيم
ليه؟ أخذت كم حركة؟ أخذت حركتين فقط. لما؟ لأن الروم كليك الوسط. طب إذا وقفنا على نحو مثلا السماء، السماء كم وجه فيها؟ كم وجه في السماء؟ أربعة. أحسنت، بارك الله فيك. فعلا السماء فيها أربع حركات، ثلاثة السكون المحض، السكون المحض وروم. الروم، طب السكون المحض ده الثلاثة يعني كم حركة؟ الثلاثة بتاعت السكون ايه؟ اتنين اربعة ستة في السماء. ده مد متصل يا مولانا، ده واجب. السماء نعطيها كم حركة؟ كم حركة في السماء؟ أربعة. هي السماء المد المتصل ينفع في الرواية بتاعتي، الرواية التي عندنا نكسر المد المنفصل، هو يجوز هذا؟ يبقى هيبقى فيها كام؟ أربعة خمسة ستة، أربعة خمس ست. توسط، فويق التوسط طول، توسط فويق التوسط طول، هذا اسمه ايه؟ ده بالنسبة للسماء. طيب ومعنى روم، الروم بقى هيجي على حركتين ام اربع ام خمس ام ست؟ انا سؤال بسأله. برافو، الروم على اربعة وممكن يجي على خمسة وممكن يجي على ستة، ازاي؟ حسب قراءتك، حسب قراءتك. هل تقرأ انت بتوسط المد المتصل اربعة؟ يبقى حينما تقف تأتي بكم؟ الروم. طب افرض انت تقرأ برواية حفص مثلا من طريق الشاطبية في أربعة وخمس، فأنت تقرأ بالخمس، يبقى الروم هيأتي على أربعة أم خمس؟ خمس. الروم هيجي، أنت احفظ كده أو احفظي، الروم كالوصل، الروم كالإيه؟ كالوصل، كما قال الإمام الشاطبي. ماشي يا جماعة؟ يبقى في نحو السماء حينما نقف عليها نقول السماء 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 السماء، ثلث ثلث حركة. واضح؟ ده بالنسبة لو كان الكلمة الموقوف عليها مكسورة. أما إن كانت مضمومة نحن نستعين، هيبقى فيها كم وجه يا جماعة؟ ثلاثة السكون المحض اللي هو ايه؟ اتنين اربعة ستة، صح؟ ومعانا روم، الروم هيبقى على كم حركة؟ حركتين، حركتان. ومعانا اشمام، اتنين اربعة ستة زائد اشمام زائد اشمام زائد اشمام، يبقى نستعين هكذا، نستعين نستعين نستعين. اسمهم ايه دولت؟ ثلاثة السكون المحض، ثلاثة السكون المحض. ثم نستعين نستعين، ثم نستعين نستعين نستعين، اسمهم ثلاثة الإشمام. كأن الإشمام يأتي على ما يأتي السكون المحض، واضح؟ ثم الإبدال، الوقف على المنصوب المنون نحو خبيرا عليما بناء بناء، ولا يكونا من الصاغرين، ولا يكونا لنسفعا بالناصية لنسفعا. ماشي؟ واضح؟ طيب اللي هيخصنا كما نبهنا هو الروم، لأن ده اللي في الغالب الأخوات والإخوة سيقرؤون به في الغداء إن شاء الله. طيب عندنا بالنسبة للإشمام، الإشمام طب نكتب بقى موانع الروم كذلك، موانع الروم والإشمام. طبعا لا يدخل فيه المنصوب، لا يدخل فيه تاء التأنيث، تاء التأنيث المقبوضة، لا يدخل فيه الكسر أو الضم العارض.
لا يدخل في الكسر أو الضم الإيه؟ العارض. يعني إيه الكسر أو الضم العارض؟ مثلا أما نيجي نقول مثلا أفلم ييأس الذين آمنوا، هنا ييأس لم جازمة للفعل المضارع يعني تسكنه صح؟ طب لماذا كسرنا السين هنا؟ من أجل التخلص من التقاء الساكنين. فأصل ييأس أصلها كده ييأس أصلها كده، ثم لقت ساكن آخر فتخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر. مثلا لما تيجي تقول من يشأ الله، من يشأ إلا، طبعا هنا يشأ اسم فعل الشرط لأن ده مجزوم بإيه؟ بمن الشرطية، بس كان أصل الفعل يشأ هكذا واضح. ولكن من أجل الساكن الذي بعده التقى الساكن، أدي ساكن ودي ساكن، فتخلصنا من التقاء الساكن بالإيه؟ بالكسر. الكسرة العارضة دي لا يدخل فيها الروم ولا الإشمام، لا يدخل فيها الروم ولا الإشمام. كذلك الضمة إن كانت ضمة عارضة، مثال هم المؤمنون، هم المؤمنون هي أصلهم سكنة، ولكن من أجل التخلص من التقاء الساكنين رحنا إيه؟ ضمنا، قلنا إيه؟ هم المؤمنون، بهم الأسباب، عليهم الكتاب، عليهم. الضمة دي ليس فيها روم وليس فيها إيه؟ إشمام، ليس فيها روم وليس فيها إشمام. يبقى كده ده معنى الكسرة أو الضم العارض، اسمه إيه؟ عارض الشكل. اسمه إيه يا جماعة؟ عارض الشكل. كذلك لا يدخل الروم والإشمام في تاء التأنيث المقبوضة، كما أوضحنا إذا وقعت الواقعة ليس، لا يجوز أن تقول إذا وقعت الواقعة، لا، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت إلى آخر الآيات. طيب لو كانت بقى دي تاء التأنيث المقبوضة، المقبوضة لكن المفتوحة زي رحمته نعمته يدخل فيها الروم والإشمام. خلاص كده في شيء مش مفهوم؟ عشان نتحدث عن عندنا أنواع الإشمام، ثم بعد ذلك عندنا وكذلك لا يدخل في الساكن الأصلي، فانتصر الساكن الأصلي يعني مثلا إيه؟ رب إني مغلوب فانتصر، فانتصر ففتحنا، ده ساكن وصلا ووقفا، طبعا السكون هو أصل الوقف، يبقى لا نحتاج إلى روم لأن الروم والإشمام في الحركة وليس في الساكن. فانتصر فعل أمر مبنى على السكون، يبقى ولا في روم ولا في إشمام، هو السكون المحض عادي. خلاص يا جماعة؟ طيب تبقى هاء الضمير ثم الإشمام. الإشمام بقى، ودي معلومة، أن الإشمام له أنواع، يعني ليس الإشمام على آخر الكلم فقط، تحتاجون هذا؟ تحتاجون؟ أتركه؟ طب أنا عاوز أكتب. إيه؟ خلاص؟ طيب، عندنا الإشمام إما إشمام أواخر الكلم اللي هو ايه؟ بعيد السكون، نحن نستعين، الذي طبقنا عليه الآن نستعين، ده اسمه إشمام أواخر الكلم. اثنين، إشمام تأمنا، الإشارة إلى حركة في منتصف الكلمة. وطبعا رأي المتقدمين ورأي المتأخرين، المتقدمين يعني القدامى تأمنا، والمتأخرين المحدثين تأمنا، والوجهان صحيحان. ثالث، إشمام حرف بحرف وهو عند حمزة وغيره، مثال اهدنا الصراط مثلا، وعلى الله قصد
السبيل، مثلا تصدية، فيقرأ حمزة ورويس والكسائي وخلف العاشر تصدية تصدية، وعلى الله قصد السبيل، قصد مش قذ ولا قص، قصد السبيل، قصد السبيل، ده اسمه إشمام حرف بحرف. فكأنك أنت أشممت الصاد والسين وجبت حرف مشابه لهم، وهو إزاي يوافقهم في الصفير، صفة الصفير، ويوافقهم في المخرج، يعني يوافق الصاد في الصفير ويوافق الصاد كذلك في مخرجها، لأن الصاد والزاي والسين من مخرج واحد، صح؟ والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، مش قال كده في الجزرية؟ طيب عندنا بعد ذلك إشمام حرف حركة، إشمام حركة بحركة، مثلا ويقرأ برضك حمزة اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا عندنا إشمام حركة بحركة، وده عند الكسائي وعند رويس وعند في بعض الكلمات عند نافع ورش وقالون. مثال مثلا وإذا قيل لهم، وإذا قيل لهم يعني نأتي ثلث ضمة ثم ثلثي الكسرة أهو، وإذا قيل لهم، مش قويلة ولا قيلة، وإذا قيل لهم مثلا سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت سيئت وسيئ بهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون آخر سبق، أو وغيض الماء، وغيض الماء واستوت على الجدي في سورة سيدنا هود عليه السلام، هذا اسمه إشمام حركة بحركة. فإحنا نشم حركة الضمة مع حركة الكسرة، إشمام حركة بحركة. يبقى أنا دلوقتي عندي الإشمام أربع، إشمام حرف أواخر الكلم وهذا ما يخصنا، ثم إشمام حرف بحرف، وإشمام حركة بحركة، وإشمام تأمنا. كأن إشمام تأمنا بمفرده، إشمام أواخر الكلم بمفرده، إشمام حرف بحرف، وإشمام حركة بحركة، مثل قيل. وده ضبط اللي هي البقعة المطموسة هذه علامة الإشمام، علامة الإشمام. هذا بالنسبة للإشمام. يتبقى معنا هاء الضمير، هاء الضمير. هاء الضمير، هاء الكناية، هاء المفرد الغائب، كل دي مسميات لي. هاء الضمير فيها ثلاثة آراء، أول رأي منع الرو والإشمام، اثنين جواز الرو والإشمام، نمرة ثلاثة المذهب التفصيلي، اسمه كده التفصيلي، هذا لابن الجزري وهو ما عليه عملنا، وهو ما عليه عملنا. طيب ايه هو المذهب التفصيلي؟ المذهب التفصيلي ان يقع قبل، ان يقع قبل هاء الضمير الف فتحة ساكن صحيح، ألف مثل اجتبا، ماشي، فتحة مثل خلقه، ساكن صحيح عنه منه. طب إليه ليس بساكن صحيح، لأن إليه ده حرف مد، إليه حرف مد. يبقى احنا عندنا دلوقتي او الان ان المذهب التفصيلي الذي سنقرأ به ان يكون قبل هاء الضمير الف او فتحة او ساكن صحيح، الف او فتحة او ساكن صحيح.
الاخوه والاخوات اللي بيقراوا معانا ينتبهوا، عشان يعني ايه، لان الامر يعني صعب شويه. ولكن هو الافضل ان الاخ والاخت او الطالب والطالبه ينوع في قراءته، لا يسير على نهج واحد. يعني لو سار على نهج واحد هو قليل الروايه، ولكن حينما ينوع في تلاواته وفي قراءاته على شيخه او على معلمتها تكتسب جديدا، كما أشرنا وكررنا كثيرا إن لم تتقدم تتقادم. يعني بدل ما أن يكون معي طريقة واحدة في القراءة، لا، يكون معي كثير. يعني أقرأ لحفص بالقصر، أقرأ لحفص بالتوسط، أقرأ لحفص بالروم. لكن الأمر ممكن يبقى صعب في بدايته، يعني الأمر صعب، ولكن فيما بعد يقول الطالب أنا استفدت ماذا؟ أنني معي يعني يعتبر كل شيء لرواية حفص. يبقى حينما أدرس تعددت رواياتي وتعددت دراياتي، وهذا هام. لكن الشخص اللي هو دائما يقول أنا أريد السهل أريد السهل أريد السهل، متى يتعلم؟ لم ولن يتعلم. طيب، ده بالنسبة للروم والإشمام. هنفتح بقى صورة من صور القرآن، اختاروا انتوا الصورة وهنمشي. مفيش ميكروفون تاني يا شيخ؟ مفيش. تفتحوا المصاحف عشان نطبق عملي. أقرأ لكم سورة إيه الأول عشان تعرفوا الموضوع ماشي إزاي. أقرأ لكم إيه؟ ماذا أقرأ؟ القمر؟ طيب، طبعا بيبدأ الروم من الاستعاذة. هكذا نفتح المصحف عشان أنا برضو هختار ناس يقرأوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، لا تقرؤون، أنا أوضح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ها، شوف الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة. تأنيس التأنيس ليس فيها. فما تغني النذر. أقف على تغني. فما تغني، أصل الروم ليس بالشرط أن يكون آخر الآية، ممكن تقف في وسط الآية، يعني في وسط الايه الايه، في وسط الايه وفيها ما يصح الروم والاشمام تاتي بالروم والاشمام. ها، تغني الكسره هنا اصليه حتى لا يظن ظان ان الكسره عارضه، لان اصل الفعل تغني. وثبتت هذه الياء في سوره سيدنا يونس، وحذفت هنا لموافقه سواد المصحف، سواد المصحف، لكن هي محذوفه ليس لها عله نحويه، ولكن العله عله ايه؟ كتابه. ولذلك في بعض القراء يثبتونها وقفا كيعقوب. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، لأن وازدجر فتحة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هو ده الروم.
الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ده بقى بيخلي الشخص ينظر في المصحف كثيرا، إن كان جاهلا باللغة العربية، إن كان جاهلا باللغة العربية فالأمر جلل عظيم صعب. ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يعرف ماذا يفعل حتى يتسنى له القراءة في الغداء أو فيما بعد ذلك بأسلوب راقي وحفظا متقنا. عليه بعدما ينتهي من هذه المحاضرة ينظر في الموانع، ثم يطبق وينظر في الإعراب، يعني ينظر في المصحف. يبقى هو دلوقتي عمله واحد حفظ، الثاني قصر وتوسط، الثالث إعادة لفرش شعبة، يعني هتنظر الأخت والأخ الكلمات الخلافية، الرابع هيشوف التشكيل، هتنظر للتشكيل وينظر للتشكيل. يعني شوف إحنا ماشيين، يعني كنا نسير بدرجات، أولا كنا نحفظ أجزاء، ثم بعد ذلك بدأنا نقصر ونوسط، ثم بعد ذلك نرتقي نقرأ بالروم. يبقى كل مرة نحن إيه؟ نزيد شيئا. فيبقى القارئ أو الطالب والطالبة عليه أن يعاود في أدراجه، أو حينما يعود إلى أدراجه ينظر في المصحف وينظر للتشكيل ويتدرب. يعني بدل ما تقرأ مثلا هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يعني هتراجع اللوح من أول سورة القمر هكذا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وأنت تراجع في بيتك. لا تأتي في الغداء وتقول أنا حافظ الأجزاء دي، أنظر لشعبة كما تفعل، لا، تدريب. يعني قبل ما تقرأ على الشيخ تتدرب وتتدربين هكذا، إن أردت السلامة، وإلا ستقرأ سورة واحدة، أو تقرأي سورة واحدة في الغداء غدا، سورة واحدة هتعذب الشيخ؟ لا. فماذا نفعل حينما نذهب إلى المنزل؟ الحفظ، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا تقرأ هكذا وتقرأين هكذا، ولو كلمة لشعبة موجودة أمامنا في المصحف، عيونة، يعني سورة القمر ما فيهاش غير عيونة، سورة الرحمن المنشئات والمنشآت بالخلف، ولؤلؤة لؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ده يعني هتلاقي الفرش، تجد الفرش الشعبة قليل. سورة الحديد نزل والمصدقين والمصدقين، سورة السمعة لا تجد شيئا فيها، سورة الحج كذلك، يعني الأمور خلاص سهلت. يبقى دلوقتي الأمر هيبقى مش في شعبة ولا في حفظ، الأمر في إيه؟ في القصر والتوسط ومعانا الروم، القصر والتوسط ومعانا الروم. عظيم بقى، اقرأ يا شيخ عمر شوية. عاوزين حاجة كده تبقى صعبة، هي القمر صعبة، يعني حتى مشيخنا لما كانوا قرأوا، لأن القمر تلاقي ضمة وكسرة وفتحة وسكون،
وحفظ كمان، فلازم يبقى الواحد مركز. اقرأ لنا من أول: ولقد جاء آل فرعون النذر، وسط آخر السورة. ولقد جاء آل، الصفحة على اليسار، آخر الصفحة، الربع الأخير فيها، الجزء الأخير ده على إيدك اليسار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه ده؟ الرجيم في. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر. لا، النذر. النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم. اقرا اقرا ابن كثير، ما كده كده هتقرا، اقرا ابن كثير، اقرا. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ في الزبر. في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر. ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعمله. هكذا قال الإمام الشاطبي، قال: ولم يره في الفتح والنصب قارئ وعند إمام النحو في الكل أعمله، يعني عند القراء لا يوجد في الفتح ولا في النصب روم. أما سيبويه قال أن الروم يأتي كذلك في المفتوح. اعطي بقى لصبت الفلاح، صبت الخياط، اعطي صاحب الكفاية صبت الخياط، اعطي لصبت الخياط. اقرأ يا صبت، اقرأ يا صبت، كمل على الشيخ. اقرا يا صاحب الكفايه. اين انت؟ يعني لا تركز معنا، انت لا تركز يا صبت. ايه الدبر؟ صح، بل الساعه موعدهم. لا مش هتستعيذ، ما خلاص، ما الشيخ استعاد. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بس الشد بقى، المنكان على الشد، وأمر. وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. 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 مش وسعر، ما تك... ما يعني لا تفصل الكلمة. وسعر. يوم يسحبون بقى. طب افتح المصحف يا شيخ صبت، افتح المصحف قدام كده يا صبت. افتح يا صبت الخياط. صبت الخياط ده كان عالم جليل، صاحب كتاب الكفاية في القراءات. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. 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 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أيوه. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر. أحسنت، كويس أوي. لا خلاص بقى، نشوف أخت من الأخوات، احنا نعطي الفرصة. ها فين المصحف؟ اني مع المصحف.
ايوه لا لا تعطيها لا تعطيها لا تعطيها لا تعطيها لا تعطيها لا 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 لا, لا, لا. إن المتقين إن المتقين في جنات ها الصاد بقى الصاد أحسنت أحسنت يا أستاذ هتبقى خليفة الشيخ عبد الحميد دي خلي بالك ماشي إن شاء الله لا لا تعرف إن شاء الله لك مستقبل مع القرآن يا أستاذ هي من المتقنات ما شاء الله اقرأ يا شيخ الرحمن ما يفتح عليك كويس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والشجر رقم تبل والشجر والشجر رو رو والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أحسن الميزان مفعول به وضع الميزان ووضع الميزان أستاذ ألا تطغوا لا 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 ألا تطغوا على طول ألا تطغوا هو استعاذ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ممتاز الله يفتح عليك اللي وراها تكمل التي خلفها التي خلفها ايوه اه ايوه 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 يلا 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 عشان لسه مسميات الوقف ايوه والريحان لا أظهر الكسرة تكذبان لا كالفخار أحسنت كملي ها لا من نار لا من نار نار أيوة تكذبان تكذبان كسرة كسرة بسيطة تكذبان تكذبان ني ني آه تكذبان أيوة أكملي رب المشرقين ورب المغربين ورب المغربين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا الأمر في المصحف سهل، لأن أنت ترى أو أنت تشاهدين الحركة، الصعب تسميع. يعني حينما نقرأ غيبا هي دي المشكلة، مش يعني تدربنا الآن على الصوت، كيفية الأداء. المشكلة الأكبر بقى غيبا والتركيز، فتحة وضمة وكسرة وسكون وهاء ضمير ألف الأمر. يبقى معنا الهايلايتر، القلم، القلم الألوان، معنا اسمه ايه؟ قول هكذا يعني على اواخر الكلم، وايه اعلم على الضمه والكسر عشان يكون مطبوع كبي كبي في العين. هذا ما كنا نفعله، لاننا كنا برضو نتعثر. يعني حينما كنا نقرا على الشيوخ في الرو كان في تعثر شديد، يعني ايه صعوبه، كان في صعوبه. فالذي يسره الله له ان شاء الله ايه هيكون سهل، يعني يراجع ويقرا، ولكل مجتهد نصيب. الذي يجتهد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه. هل في هناك اي شيء في مساله الروم والاشمام؟ اعيده. اولانج 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 ولا انتهى؟ تفضل يا شيخ عمر ترجع اذا اردت ان تجلس وانت هنا، لا باس. كثير الخلاصه. Kalau ada perbedaan tadi antara roh dan isyam,
silakan dibaca. Kemudian cara membaca itu dengan as-sukun rumah, ada beberapa pembagian tadi yang disampaikan oleh Syekh. Ketika membaca kita berhenti, itu kita bisa berhenti dengan sukun rumah, bisa dengan rau, bisa dengan ismah, dengan bisa dengan indah. Itu cara berhenti dalam membaca waradah, dalam membaca kasus gitu. Kemudian rau sendiri, dan saya sudah menjelaskan dengan pertanyaan tadi, itu terbagi pada beberapa macam ya, beberapa macam sesuai dengan harakatnya. Kemudian seperti pada kata as-sama, itu bisa dibaca dengan at-tawassul empat harakat. Kemudian wa-tawassul lima harakat, at-tur itu enam harakat, dan juga ar-rum. Kemudian rau itu sendiri juga terbagi kepada 2, 3, 4, 5, dan 6. Berikutnya hal-hal yang tidak masuk kepada rau, maksudnya kalimat-kalimat yang tidak boleh ada rau. Pertama, kalau dia kasrah al-a'ridah, seperti kata yaitas. Berikutnya ta'ut ta'amir. Kemudian tidak masuk pada harakat fathah. Berikutnya al-ismam. Kemudian perbedaan antara ismam dan raw. Itu sudah dijelaskan oleh Syekh tadi, tanya oleh Pak Beliau. Silakan kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. في أي أسئلة؟ هل توجد أسئلة؟ اللي بيسأل كل أسبوع عندك أسئلة؟ لا، الذي في الخلف عندك أسئلة؟ لا أنت، أيوة أنت، أنت لا وراء، خلف خلف جنب أخيار، عندك أسئلة؟ أنت تسأل دائما. طيب، نتحدث اليوم بإذن الله أو نتابع مسميات الوقف. مسميات الوقف. فائز، هاتي الميكروفون. الشيخ عمر. مسميات الوقف. أنت لم تتحدث عن هذا. تحدثت عن؟ قلت فندق. طيب. مسميات الوقف. عندنا بالنسبة للوقف مسميات كثيرة. نحرر المصطلح. يعني حينما تقف على نحو الحمد لله رب العالمين، ما نسمي هذا الوقف؟ هناك فرق بين نوع الوقف ومسمى الوقف. نوع الوقف فيه وقف تام، وقف حسن، وقف قبيح، وقف كافي. لكن مسمى الوقف يعني اسمه ايه؟ ما اسم هذا الوقف؟ طبعا اول نوع ده يسمى مد عارض للسكون. هذا أول مسمى اسمه مد إيه؟ عارض للسكون. تسمعوا عنه؟ تعرفونه؟ اسمه مد عارض للسكون. النوع الثاني هذا واحد. اثنين، مد لين عارض للسكون غير مهموز. مثال: خوف، بيت. ده اسمه مد لين غير مهموز. الثالث: مد لين مهموز عارض للسكون. مثل، خلي بالك يا عزيز، مثل ايه؟ السوء. ها؟ السوء، عليهم دائرة السوء. هذا اسمه مد لين مهموز، يعني يجوز فيه اثنين
أربعة ست حركتان، أربع حركات ست حركات، مش أسو. هذا ليس مد متصل، هذا مد لين مهموز. يعني مهموز؟ يعني آخره همزة. لكن هنا مد لين غير مهموز، يعني إيه؟ ليس آخره همزة. يعني الفرق واضح، هذا مهموز وهذا غير إيه؟ مهموز. أربعة مد متصل عارض للسكون، مثال السفهاء السماء أو السماء، ده اسمه مد متصل عارض للسكون. يعني حينما تقف عليه أقول لك ما اسم هذا المد، ما اسم هذا المد، تقول مد متصل عارض للسكون. عارض للسكون لما؟ لأنك وقفت عليه بالسكون، فحينما وقفت عليه بالسكون أنت سكنت الحرف، والحرف كان أصله الحركة فسميناه عارض. يبقى العروض ده طارئ، طارئ ده يعني غير أصلي، واضح؟ ثم الخامس مد طبيعي مطلق، مثل آمنوا. مد طبيعي مطلق، مطلق ده يعني يا شيخ مد طبيعي مطلق يعني في حالة الوقف وفي حالة الوصل نمد بمقدار حركتين، آمنوا وعملوا. كيف آمنوا؟ اسمه مد طبيعي مطلق، سواء في الوقف أو في الوصل يأخذ كم حركتين، إلا طبعا لو كان بعديه همزة. ثم يأتي بعد ذلك مد طبيعي عارض للسكون، مثال هو. قف على هو، كيف نقف على هو؟ هو مدينا في الوقف ولا مديناش؟ هو. طب اوصل، هو الله مدينا ولا لم نمد؟ لم نمد. يبقى اسمه مد طبيعي عارض للسكون. في حالة الوصل ننجد كان وهو الله، في حالة الوقف وهو، يبقى اسمه مد طبيعي عارض، واضح؟ ثم سبعة مد وقف عارض للسكون، وقف عارض للسكون زي نعبد، مثل نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت لماذا لا نطلق عليه مد؟ كما تشاهد أن الحرف الذي قبل الدال اللي هو الموقوف عليه حرف صحيح، يعني ليس حرف لين ولا حرف إيه؟ مد، فنقول عليه وقف عارض للسكون، نطلق عليه وقفا عارضا للسكون، نطلق عليه وقفا عارضا للسكون حين نقف على الوقف العارض نعبد. يبقى حينما أسألك ما مسمى الوقف على نعبد تقول إيه؟ عارض للسكون وقف. حينما تقف على قل هو الله أحد ماذا سنقول في أحد؟ وقف لازم عارض للسكون. ده بص، عارض للسكون، عارض للسكون، عارض للسكون، عارض للسكون، عارض للسكون، عارض للسكون، لابد أن تحدد المسمى. يبقى قل هو الله أحد وقف عارض للسكون. ثم يتبقى وقف مطلق الوقف، مطلق الوقف يعني ما كان أصله السكون، ما كان أصله الإيه؟ السكون. مثال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لا أحد، لا يكن الله، يكني. حينما نقف لم يكن الذين، نقف على يكني، يي أسي، حينما نقف على ييأس. طب لما؟ لأن أصل هذه الكلمات كما نشاهد هي ساكنة، فلا يجوز أن نطلق عليها أو نطلق عليها عارض للسكون. هذه هامة، وهذا الوقف يبين فهمنا للغة العربية.
هل هذا السكون أصلي أم هذا السكون عارض؟ إن لم تعلم أن هذا السكون أصلي فسوف تقول وقف عارض للسكون. إن علمت أنه غير أصلي وليس قبله حرف مد وهو أصله السكون تقول وقف مطلق. يعني مثلا إيه؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ما مسمى الوقف على فانتصر؟ مطلق الوقف صح؟ يعني الوقف على أني مغلوب فانتصر مطلق الوقف. هل يصح أن تقول وقف عارض للسكون إذا كان هو ساكن في الوصل وفي الوقف؟ صح ولا مش صح؟ يعني أنت فانتصر أني، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا. قف فانتصر، اصل فانتصر ففتحنا. هل تقول على هذا الوقف وقف عارض؟ اسمه مطلق الوقف. طب مطلق الوقف يعني إيه؟ يعني ساكن في الوصل في الوقف في الأصل. طب أفلم ييأس الذين؟ ييأس تخلص من التقاء الساكنين في الوصل. طب قف أفلم ييأس، رددت الفعل إلى إيه؟ أصلي، وهو كان الإيه؟ السكون، لأن فعل مضارع مجزوم بلم، نقول عليه مطلق الوقف. لم يكن، لم يكن تقول عليه مطلق الوقف حتى وإن كان أمامك كسرة، ولكن هذه الكسرة عارضة. لم يلد، قف على يلد، يلد مسمى الوقف مطلق الوقف لأنه في حالة الوقف وفي حالة الوصل ساكن. طب نعبده، مش لا يجوز أن نقول مطلق الوقف لأن نعبده في حالة الوصل مضموم، ضم أصلي، فعل مضارع مرفوع بالضمة، في حالة الوقف ساكن، يبقى اسمه إيه؟ وقف عارض للسكون. ثم يتبقى الوقف العالمين. أستعين. الضالين المستقيم. يشرح شيخ. ya, untuk bagaimana mawakaf ada menarik di sukun nasta'in ya, ada maslin ghairu mahmuz alhamdulillah khawu kemudian maslin mahmuz sawu kemudian mas muttasil arif di sukun muttasil seperti asana nah kemudian mad dhamir mutlaq seperti amanun imanan huda mad dhamir kemudian alat sukun tadi ada contohnya mad dhamir alat sukun huwa berikutnya waqaf alat sukun na'bud itu kenapa jadi waqaf arad disukun karena ketika waqaf dia ada sukunnya tapi ketika wasal itu sukunnya hilang an'am na'budu an'amta seterusnya. Berikutnya yang ke-8 ini adalah mutlaqul waqfi yaitu kalimat yang ketika waqaf dan ketika wasal sama saja contohnya lam yakunil ladzina kafaru. Hukum yang kun di sini ini mutlaqul waqfi walaupun kelihatannya dia kasrah tapi dia tetap sukun. Kenapa? Karena kasrah di sini adalah kasrah alimah. Karena bertemu dua kalimat yang sukun maka satunya dikasrahkan supaya tidak tabrakan. Maka yang kun di sini adalah mutlaqul waqfi sama juga dengan yai asil ladina. Yai as harusnya yai as kenapa dibalaskan kasrah untuk jalan keluar ketika bertemu dua sukun. Kemudian juga kata-kata fantasir, lam yalid dan seterusnya ini disebut dengan mutlaqul waqfi. ندخل في أصول حفص أم نتوقف؟ اسألهم وناقص ربع ساعة 10 دقائق على هنا الشيخ عمر بيسأل سؤال جيد بيقول ما الفرق بين المد العارض للسكون هذا وهذا مد طبيعي عارض هنا المد العارض للسكون فيه
أما المد الطبيعي العارض هذا وجه واحد، هو هل يجوز هو 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 أنا كده رايح سولو، رايح سولو هو واضح كده؟ يبقى هناك فرق بين الطبيعي المطلق الطبيعي العارض، الطبيعي العارض هذا هو ليس بعده حرف ساكن، ركز يعني هو انظر هو ليس بعده حرف هنا في نفس الكلمة، لكن حينما العالمين هذا حرف مد ياء ساكنة قبلها كسرة صح؟ ثم بعدها حرف صحيح، وهذا الحرف الصحيح ساكن من أجل الوقف فأصبح العالمين، لكن هو كلمتين حرفين هو وواو، كيف نمد هذا أكثر من حركتين؟ حركتين فقط عند الوقف، لأن ليس بعده ساكن آخر، حتى من أجل هذا الساكن نعطيه هذين الوجهين الأربعة والستة. لماذا؟ لأن ليس بعد الواو حرف سكن أصلا. نحن نمد في العالمين العالمين العالمين، هذا ضرب وصورة من صور التخلص من التقاء الساكنين، يعني المد ده جزء من أجزاء التخلص من التقاء الساكنين، التقاء الساكنين بالفتح وبالضم وبالكسر وبالإدغام وبالحذف، يعني حينما نتخلص من التقاء الساكنين بعدة أمور من ضمنها المد، يعني المد هذا ليه أصبح ياء ساكنة ونون ساكنة، التقى ساكنان العالمين صح؟ هذا التخلص من التقاء الساكنين، تخلصنا من التقاء الساكنين بالمد، هذا شكل أو ضرب من ضروب التخلص من التقاء الساكنين. عندنا التخلص من التقاء الساكنين، طالما أنا فتحت بقى الكلام، التخلص من التقاء الساكن بالفتح أول حاجة من الجارة، من الجارة فاتحة آل عمران تاء التأنيث الملحق بها ألف المثنى ياء الإضافة، هذا تخلص من التقاء الساكنين بالفتح. الأمثلة عشان يتضح الموضوع، الأمثلة من الجارة ومن الناس، كما تعلمون أن الأصل في الحروف البناء على الإيه؟ السكون، كل الحروف المفروض مبنية على الإيه؟ السكون، ولكن تخلصنا من التقاء الساكنين هنا بالفتح. طب افرد من الموصولة يا عم عمر، من الموصولة يعني مثلا إيه؟ لمن الملك اليوم؟ هنا من غير من، من موصول، من حرف جر، من حرف الجر نتخلص من التقاء الساكن بالفتح، من اللي هنا من اللي هي تكون بمعنى الذي نتخلص من التقاء الساكنين على الأصل اللي هي القاعدة بالكسر لمن الملك، لكن من الجر ومن الناس عشان لا أحد يختلط عليه الأمر، في فرق بين من الجرة ومن الموصولة، من الموصولة يتخلص من التقاء الساكن بالكسرة، من الجارة يتخلص من التقاء الساكن بالفتحة. المثال الثاني ألف لام ميم فاتحة آل عمران، فاتحة آل عمران هي السورة الوحيدة التي في القرآن من الأحرف المقطعة أتى بعدها ساكن، كل الحروف المقطعة في القرآن يأتي بعدها متحرك، ألف لام ميم ذلك، كاف ها يا عين صاد ذكر، ألف لام را تلك، حاميم تنزيل، حاميم والكتاب صح؟ شوف تاء ألف لام ميم آ حسب، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب، ها
ألف لام ميم را رع تلك تي تي كله متحرك صح؟ إلا فاتحة آل عمران الوحيدة التي أتى بعدها ساكن. ولذلك القراء يتخلصون من التقاء القراء التسعة، يعني إحنا عندنا 10 قراء، كل 10 باستثناء أبو جعفر كل 10 يقومون بالتخلص من التقاء الساكن بالفتح. ألف لا عند الوصل، عند الوصل ألف لام ميم الله لا إله، أو ألف لام ميم الله لا إله، ده عند الوصل. أما عند الوقف ألف لام ميم 6. أبو جعفر الوحيد اللي هو يعني لا يتخلص من تقاء الساكنين فيقول ألف لام ميم الله بالسكت خلاص. يبقى دي وفيها ألف لام ميم فيها 6 عند الوسط، 6 باتشان أتامة 2 مع الفتح، ماشي مع الفتح ميم الله ميم الله ده عند الوسط تخلصنا من التقاء الساكنين. طيب الذي كسر لماذا كسر؟ يعني الذي قال ميم الله اعتد بالعارض. يعني ما معنى اعتد بالعارض؟ أن هنا أصبحت ميم متحركة وليست ساكنة ميما، ولكن حينما نمد إحنا نقول ميم ساكنة نمد حرف المد الذي أتى بعده ساكن ثم نطول ميم ساكنة. الميم هذه حينما تخلصنا من التقاء الساكنين أصبحت مفتوحة، فقال البعض في هذه الحالة نقصر المد اعتدادنا بالفتحة ميم الله. طب الذي مد مد على الأصل ميم الله لأن هذه الفتحة عارضة، تفهم عشان تشعر. بعد ذلك تاء التأنيث الملحق بها ألف المثنى، مثال قالتا قالتا أتينا طائعين. أصل قالتا أصل قالت تاء التأنيث، قالت فاطمة أو قالت رحمة أو قالت كذا، قالت بنسكنها صح؟ طيب قالتا أتينا أصبحت التاء مفتوحة بسبب ألف المثنى التي دخلت عليها، فأصبحت تاء ساكنة وألف إيه؟ ساكنة، فالتقى الساكنان فتخلصنا من التقاء الساكنين بماذا؟ بالفتح. ومعلوم أن ألف المؤنث أو الألف عامة لا تتصور الألف إلا أن تكون ساكنة وقبلها مفتوح، لا يتصور أن تكون الألف ساكنة إلا وقبلها مفتوح. آخر حاجة ياء الإضافة، ودي مختلف فيها، عهدي عهدية الظالمين، وهذه فيها خلاف بربيدة. يعني بربيدة عامة في القرآن هتجد أحيانا أو هتجد أحيانا ياء الإضافة مفتوحة وياء الإضافة ساكنة، مثلا وطاهر مثلا عهدية الظالمين، قل إنما حرم ربي الفواحش، هنا تخلص من تقاء الساكن بالفتح. قرأ حمزة قل إنما حرم ربي الفواحش، ربي الفواحش بالسكون، واخدت بالك؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا، قرأ البعض قل يا عبادي الذين أسرفوا، ففيها خلف تخلص من تقاء الساكنين هي أصلا. لذلك حفص يقرأ عهد الظالمين ولم يسكن هذه الياء إلا حفص وحمزة من القراء، كل القراء عهدي الظالمين إلا حفص وحمزة، قال لك وعهدي في علا، قال كده إيه في فرش في ياءات الإضافة في الشاطبية، عهدي في علا. ده بالنسبة للتخلص من التخلص بقى بالتقاء الساكنين بالضم، بالضم ميم الجمع بالضم، ميم الجمع اللي هي ايه؟ هم المؤمنون، واضح؟ هم هي اصلا هم، ماشي. وعندنا الواو والياء اللينتان مثل عصوا الرسول، هي اصلا دي الواو دي اصلا ايه؟ ساكنه عصوا مد، ده اسمه ايه لو احنا وقفنا عليها؟ استنوا بقى ما نشوف العقل شغال ولا لا. عصوا، سنقف على عصوا، اكتبها هنا عصوا. طب ليه اللون ده؟ احنا كنا عاوزين لون تاني. ما مسمى هذا الوقف؟ مسماه
تتعبون بين عليكم والله العظيم تتعبون يا شيخ والله تتعبون ايه لين برافو عليك احسنت يا استاذ مدرك هو فعلا ده اسمه لين هنقول ايه بقى لين عرض لا لين مطلق ادي ما كتبناش هنا اهو ده خدنا حكم جديد لين مطلق عارف ليه مطلق لانه هو اصل السكون ازاي هتسميه عرض لان الحركه التي اتت في عصو كانت حركه عارضه تخلص من التقاء الساكن بالضم ده اسمه لين غير مهموز مطلق او لين مد لين غير مهموز مطلق او ده احنا ما كتبناهوش او ده مثلا استفدنا منه كقاعده او كمسمى جديد انا عامه يعني ممكن ما تلاقوش في كتاب او يعني الان نسميه مد لين غير مهموز مطلق لماذا مطلق لانه هو في اصله السكون عصوا عصوا وطبعا لا يمد لان اللين يمد في حاله اذا وقع بعد اللين حرف سواء همزه او سواء غير الهمزه لكن ان لم يقع بعده همزه مثل عصوا لا يمد لان مسمى المد اللين اصلا او اللين مسمى شبيه بالصحيح اسمه ايه شبيه بس احنا عندنا الحرف اما صحيح زي مثلا ايه صحيح نون ساكنه يلد الدال دي ايه ساكن صحيح صح يولد الدال الاخيره يولد ساكن صحيح اسمه كده من هو من ده ساكن صحيح طب مثلا فيه ده مش ساكن صحيح ده حرف مد مثلا لما تيجي تقول الي الى اليه الياء دي ياء ساكنه بلا فتحه صح نسميه ايه لين بس لين اسمه اصلا في اللغه العربيه اسمه شبيه بالصحيح اسمه ايه شبيه بالصحيح شبيه شبيه يعني شبه ما معنى شبه يا خيار شبيه بالصحيح يعني ايه شبيه علي صوتك سمعته ايه قول يا خيار انت كويس في اللغه العربيه قول ايه مريم الله يفتح عليك يا شيخ خيار طيب في مشكلة دلوقتي فهمتوا يبقى هنا هنقول عصوا الرسول عصوا الرسول هم المؤمنون هم المؤمنون خلاص في أي مشكلة في الدرس درس كبير إن شاء الله بقى كده يعني سوف نأخذ المرة القادمة أصول حفظ خلاص في سؤال أي أسئلة الملخص بقى الملخص اسمه الملخص رنجسات الملخص ان شاء الله الروم في الكسره والضمه الروم في الكسره والضمه الفتحه والساكن الاصلي الله والله العظيم الفتحه والساكن الاصلي والكسره العارضه والضمه العارضه ليس فيهم روم ولا اشمام ليس فيهما روم ولا إشمام تاء التأنيث وقعت ليس فيها روم ولا إشمام هاء الضمير هاء الضمير لازم يبقى قبلها ساكن صحيح ساكن صحيح منه عنه له أو فتحة له خلقه أو ألف اشتباه هداه ده الملخص خالص اللي احنا نريده من هذه المحاضرة الله هل هي هاء ضمير ولا هاء أصلية ها أصلية يبقى هاء الضمير يبقى هاء لفظ الجلالة أصلية محدش يجي يقول ده هاء ضمير لا ده هاء أصلية يبقى الله الله لا تنظر بقى ما قبلها لا طبعا لان دي هاء ايه اصليه الله رسوله فيها روم ولا ما فيهاش رسول لا له هل فيها روم ام لا ايه رسوله فيها روم ولا ليس فيها روم خطا خطا فيها روم الهاء قبلها فتحه رسول لا مش احنا قلنا هاء الضمير لازم يكون قبلها فتحه او الف او ساكن صحيح خلقه رسول له له طب رسوله فيها لا لان قبلها ايه كسره
لابد أن يكون قبل هاء الضمير فتحة فتحة أو ألف أو سكن صحيح. اترعب هيروشي، هيروشي صحيح، هيروشي صحيح خلاص. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الشيخ عمر هيوضح بقى إيه المعلومات الأخيرة. اتفضل يا مولانا.